الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة بصراحة اليوم أنا بسميها حلقة استثنائية بسبب الأجواء، الأجواء الصباحية على مستوى محافظة مسقط أو الجزء الشمالي بالتحديد من السلطنة، أجواء رائعة زي ما نلاحظ من خلال الشاشة. والله العظيم الله يشهد على كلامي إن شوية ولف بالسيارة، يعني أقول أروح الاستوديو ولا أروح. طبعا أبو عبدو اليوم تعبت معاي بصراحة، اليوم أجواءنا رائعة، اشتقت لقهوة الصباح خارج الاستوديو، كانت لنا ذكريات طيبة احنا وفريق البرنامج وعلى رأس مخرج البرنامج الأستاذ فخري. كنا كل مرة نلتقي موقع معين ونصور البرنامج وحلقته يمكن 3 أو 4 أيام كذا نكون خارج الاستوديو، وخاصة مثل هذه الأجواء الطيبة، فكان لها كثير انعكاس طيب، حتى شجعنا كثير من الناس أن تخرج في فترة الصباحية، وخاصة اللي عندهم أجازة أو اللي عندهم فترة عمل مثلا مسائية مو دوامهم فترة صباحية أنهم يطلعون خارج البيت. اليوم شكلنا كذا بنشجع الناس أن يطلعون في أجواء طيبة، على الأقل أقلها شيء يعني الغداء بعد الدوام. بالنسبة للمتزوجين اتصل بزوجتك تقول لهم خلنا نروح نتغدى مع بعض، الأصحاب والأصدقاء أنكم يختاروا لهم مكان يأخذون يعني من المطعم يقعدون على البحر، المهم بقدر الإمكان استثمروا هذه الأجواء الطيبة، وإن شاء الله يا رب تكون يعني خاتمتها أمطار خير وبركة على هذه الأرض الطيبة. اليوم في حلقتنا عندنا أكثر من وقفة حوارية، بيكون عندنا كذلك فقرات انضمت إلى برنامج قهوة الصباح، بنتعرف عليها إن شاء الله في حينها، ولكن خلوني أصب على زميلي محمد سليمي. واليوم موقعنا وحديثنا عن وادي دوكا في محافظة ظفار. صباح الخير يا محمد. صباح النور عبد الله، وتحية صباحية جميلة لك ولكل مشاهدي برنامج قهوة الصباح. أنت مثل ما قلت الجو عندكم في مسقط ممكن يكون رائع، وأيضا هنا الجو ترى في 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 المنطقة منطقة النجد في محافظة ظفار أيضا جو رائع، يعني درجة الحرارة كثير منخفضة ما شاء الله، في شوية على قولهم بريد شوية بريد يعني 15 تقريبا درجة الحرارة الآن في الفترة الصباحية، وطبعا أجواء كثير رائعة طبعا، وتشجع لزيارة مثل هذه الأماكن. احنا موجودين الآن مثل ما ذكرت في محمية أشجار اللبان بوادي دوكا، هي محمية طبعا يشرف عليها مكتب مستشار السلطان قابوس للشؤون الثقافية، وطبعا تحديدا دائرة مواقع أرض اللبان هنا في محافظة ظفار. هذه المحمية فيها مجموعة من أشجار اللبان، ومثل ما هو معروف شجرة اللبان شجرة عريقة، ممكن احنا راح نتكلم عن بعض تفاصيلها خلال الوقفات إن شاء الله القادمة. بس فعلا المكان والأجواء مثل ما هي أيضا عندكم رائعة، طبعا أكيد هنا أيضا هي رائعة جدا إن شاء الله. شكرا يا محمد على هذه الإطلالة الصباحية، وإن شاء الله زي ما وعدنا جمهورنا من خلال كلماتك أنا بتكون عندنا أكثر من وقفة حوارية، بنتعرف على هذا الموقع كان بالنسبة لأشجار اللبان، وزي ما قال يعني أجواء نجد على مستوى محافظة ظفار موقع كثير جميل، وخاصة لرحلات السمر وكذلك المتعة مع الأصدقاء والأحبة. في حلقة اليوم زي ما قلت لكم في فقرات انضمت لنا مع الدورة البرامجية الجديدة ومع بداية السنة الجديدة كذلك، بيكون معنا المستشارنا المالي للأفراد الأستاذ علي بن خالد الشرجي للتخطيط المالي والناجح من 35-45. هذا حلو الموضوع اللي يحبون يضبطون أمورهم المالية. ايضا بيكون معانا طله من خلال برنامجنا قهوه الصباح، تعتبر لها الاولى على مستوى برنامج قهوه الصباح، نتمنى لها التوفيق ان شاء الله. بنيتنا ما شاء الله تبارك الله شفناها في عده برامج، ممكن في مرحله سنيه كانت تقدم برامج للاطفال، والحين ما شاء الله تبارك الله لها طله رائعه وبهية. بتكون معنا إن شاء الله حوراء بنت حسين اللواتية، وبنت يعني بيكون لها يعني هذه ضيفتها، قصدي حوراء هي اللي بتكون المذيع الفارسية، في خطأ في الطباعة هنا الشباب الكاتبين إياه، حوراء بنت حسين الفارسية بتكون هي مذيعة الفقرة، بتكون ضيفتها إن شاء الله أنوار بنت حميد الرفادية، وبتكون موضوع حول أحد الأخوات المتخصصات في مجال الإعلان على صفحات التواصل الاجتماعي.
واتمنى يا رب ان هذه الفقره تكون بدايه طيبه لحوراء في برنامجنا قهوه الصباح، واتمنى لها كذلك انها يكون لها توقيع مميز من خلال هذه الفقره. ايضا بيكون معنا حديث حول اسبوع المصنع للابحار الشراعي، بيكون معنا الاستاذ عصام عاصم بن عبد الله الصقري مدير العلاقات العامه في مشروع عمان للابحار، وايضا بيكون مجموعه من الفعاليات على مستوى ولايه المصنعه بالتحديد في المجال الابحار الشراعي. وزي ما قلنا لكم الربط المباشر من خلال برنامجنا قهوه الصباح ومجموعة من الفقرات والتقارير والقراءة الصحفية. أيضا اليوم إن شاء الله بتكون في عندنا فقرة موسيقية بنتعرف عليها في حينها. فاصل ثم نعود. صباح الخير مرة ثانية مشاهدينا الكرام. زي ما قلت لكم اليوم بتكون عندنا كذا مقطوعات موسيقية من خلال شباب ما شاء الله مثل الورد. بيكون معنا أمير بن عوض بيت مبروك على آلة الأورج، وأيضا بتكون عندنا صاحب النغم الإيقاعي بيكون مع محمد بن عبد الله الرئيسي. صباح الخير شباب. صباح النور. منورين. نور نور. يعطيكم العافية. يعني بناخذ أجواء رومانسية على هذا الجو مثلا. إن شاء الله تستاهلوا الكثير إن شاء الله. الله يعطيك العافية. خليني بس شوية أتعرف عليكم بشكل سريع. أمير أنت من متى تعزف؟ أنا عزف طبعاً بديت العزف أولاً أصبح على السادة المشاهدين. صباح الورد. أنا سعيد جداً في تواجدي في هذا البرنامج الرائع. بديت العزف على الكيبورد طبعاً في وقت المدارس. أي نعم. أيام طابور الصباح وحركاته. وفي الثاني يعني بعد ما خلص من الدراسة التحقت في جامعة سلطان قابوس في قسم الموسيقى والعلوم الموسيقية. ممتاز. فحاولت أن أغير بدل البيانو يعني أعزف على آلة ثانية. أي نعم. فهي آلة القانون. آلة القانون. إيه نعم. انا قلبت شرقي انت على طول. ايه ان شاء الله راح اسمع معكم قانون وورد يعني. ان شاء الله ان شاء الله تنورنا. بالنسبه لك محمد. اهلين. عازف ايقاع اول شيء، وبديت نفس الشيء ايام المدرسه. طبعا كلنا نبدا ايام المدرسه. إيه نعم. هي ايام بدايتنا. بدينا نطور، نعرف شباب من مثلا هواة العود وكذا، ناخذ شويه ناخذ منهم ونعطي بالجلسات نطور نفسنا. ممتاز. كذا هو هذا يعني. الله يعطيكم العافيه. الله يعطيك. والحين اول مقطوعه بتكون بس من بس عن امر شوية. انا خصصت الفت مقطوعه يعني حال قهوه الصباح واسمها قهوه الصباح. قهوه الصباح حصريا لنا يعني. حصريا. الله 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 الله. اذا خلونا نسمع الحين مقطوعه قهوه الصباح طبعا من تاليف امير بن عوض بيت مبروك بمصاحبه كذلك محمد بن عبد الله الرئيسي، والكلمه لكم يا شباب تفضلوا.
بعد. Thank you.
عنا لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام، ونقول عودا حميدا لضيفنا العزيز اللي كان منورنا في سلسلة كبيرة من برنامج قهوة الصباح. اليوم يطلع علينا مع بداية العام الجديد، عشان قلنا حلو الإنسان كذا يبدأ تخطيط مالي كذا مرتب مع بداية العام. أنا واحد منكم نتعذر والله كان ودي بس من السبت الجاي أو من الأحد الجاي ببدأ أسوي نظامي المالي أو نظامي الغذائي أو نظامي الصحي أو نظامي الرياضي. وطبعا إذا ما كان في تخطيط وعدم وضع جدولة كذا، تأكدوا اسألوا مجرب ولا تسألوا طبيب، ما بيصير، لأنه بيصيح الموضوع كذا وبيطير. اليوم عندنا موضوع كثير مهم، وحي ضيفنا لأنه انتقلنا هذه المواضيع وبيقدم لنا إياها إن شاء الله على مجموعة من الحلقات، يعني كل يوم ثلاثة بيكون منورنا في برنامجنا قهوة الصباح. خلينا نرحب بضيفي الأستاذ علي بن خالد الشرجي، مستشار مالي للأفراد. حياك الله وحياك الله وصباح الخير ومنورنا وعودا حميدا. حيا الله الأخ عبد الله، وإن شاء الله تعالى المرحلة هذه زي ما ذكرت ناخذ بالأسس هذه ووضعنا المالي كمان يتحسن بشكل إن شاء الله يا رب. وهذا هو الهدف من تواجدي معاكم في الاستوديو. الله يعطيك العافية. التخطيط المالي الناجح من 35 إلى 45. إيه نعم. يعني هذه هي المرحلة اللي نقدر نقول اللي قدر كل واحد المفروض يعد الأمور المالية. للمتابعين اللي معانا اليوم، طبعا في ناس اللي ما أقل من 35، وفي ناس المرحلة هذه نحن اليوم مستهدفين الأخوان اللي ما بين 35 إلى 45، وفي ناس تجاوز 45. نعم. الكل بيستفيد، اللي عمره أقل من 35 إن شاء الله تعالى بيستفيد، واللي احنا مستهدفينه كمان بيستفيد، واللي تجاوز 45 ان شاء الله تعالى انه هو إن شاء الله يستفيد. زين، من وين نبدا؟ نبدا ان كل مرحله من مراحل حياتنا لها مطالب معينه ولها تحديات معينه، وفي نفس الوقت مع كل مرحله الالتزامات الواحد يا تزيد يا تنقص. نعم. تزيد اذا انت مش المرحله السابقه لم تبنيها بشكل جيد، فتجيلك اوقات ممتاز. امكانياتك الماليه تضعف نوعا ما ومطالبك الماليه تزيد. ممتاز. ولو انت باني نفسك ماليا بشكل جيد من وانت مثلا لسه بدايه العشرينات، تيجي في المرحله هذه تعمل نقله نوعيه في حياتك. كان مثلا بيتك بالصغير اصبح بيتك متوسط او بيت كبير، كان عندك سياره مثلا مش عارف ليان سياره افضل، سياحه محليه او سياحه قليله نوعا ما صارت لا تسافر 3-4 مرات. فالامور هذه كل عمر له مطالب. فهل اصل يعني زين، هل نقدر نقول تعرف لان الانسان اذا متعود على عادات مثلا حتى يوصل 35 هل سهل انه يغيرها ويبدا كذا مرحله جديده عشان يقدر؟ بدايه حلقتنا اليوم بسؤال جدا بسيط، وهي ايهما اهم، المال او الخبره؟ ايش توقع، المال ولا الخبره؟ اتوقع بوجهه نظر الخبره انا. بالضبط. فعاده نحتاج المال لاكتساب الخبره، وفي نفس الوقت نحتاج الخبره لاكتساب المال. ممتاز. فاذا اجتمع شخصين، واحد عنده مال وثاني عنده خبره، بعد سنه سنتين شو بيحصل؟ اللي عنده مال بيكون عنده خبره، واللي كان عنده خبره اصبح عنده مال. ممتاز. فشيء طبيعي، شيء طبيعي يكون في تبادل اللي هي ما بين المال والخبره. ممتاز. فيفترض انك انت يعني ابحث عن الاصدقاء الحين اللي عندهم المال اللي عنده الخبره، والعكس صحيح، اللي عنده الخبره يبحث عن المال. ممتاز. فعلى كل مرحله يفترض انك انت تسجل مثلا زي ما انت ذكرت في بدايه الحلقه اليوم، نحن على بدايه العام الجديد، فيفترض 2015 تسجل ما هي الخبرات الجديده انت راح تكتسبها في هذه السنه. ممتاز. وما هي الخبرات اللي انت اكتسبتها خلال السنوات الماضيه؟ ممتاز. لانه يفترض ان سنويا عندك خبرات جديده، بالخبرات الجديده ممكن ترفع من قدراتك الماليه. ممتاز. فلقينا ما هي الخبرات اللي احنا الانسان يحتاجها، ودائما نذكرها بس من باب الاستفاده يعني. موضوع الشهادات العليا هذه اصبح شيء مطلب رئيسي الان. للرقيه في الوظيفه، وعندك امكانيه انك انت تتجاوب بالتحول الكبير في مجال العالم الاقتصاد والمال من حولنا. اصبح التعليم العالي هذا شيء اساسي. ممتاز. الان فاللي عنده شيء جدا رائع، ويفترض انه هو يجيب الشهاده اللي بعدها. ممتاز. واللي ما عنده يفترض ان السنه يعني السنه هذه يحط من ضمن اهداف تخطيط. نعم. ثاني شيء ما نسميه للخبرات الشهادات المهنيه. في كثير من الدورات اللي تاخذها مثلا دوره ما بين 4 أيام او اسبوع اسبوعين، تاخذ من خلالها خبرات وتاخذ معاها شهاده مهنيه. يفترض كمان انك تسجل معاه كم شهاده جديده راح تكتسبها او راح تحصل عليها في 2015. ممتاز. وتحط لك 3-4 مشاريع شخصيه و3-4 مشاريع مهنيه تكتسبها في خلال 2015. ممتاز. لان لو عندك هذه الانجازات راح تجد ان كل سنه وضعك افضل من العوام السابقه. ممتاز. يعني تركيز على الجانب المهني والجانب العلمي الاكاديمي. الاكاديمي. ممتاز. نعم. فهذا الاثنين. ومن ثم لقينا اللي هو محور حلقتنا اليوم حق الاعمار ما بين 35 ل 45. نعم. بدايه الامر، اول ما يكون عمرك 35 التزاماتك الماليه نوعا ما تبدا تزيد. عاده في العمر هذا من الطبيعي تكون انت مسؤول
مسؤول عن أسرة. نعم. مثلا اللي متزوج وعمره 27 28 29 الآن أولاده أعمارهم 5 6 7 سنوات. صحيح. فتبنى مصاريف المدارس. هذه البداية، المصاريف اليومية، المصاريف اليومية. نعم. الهدايا مثلا في الماضي كانوا ترضين بهدية صغيرة، لا الآن يريدوا مثلا دراجة هوائية، أو يريدوا في الماضي كان يرضوا بطلعات بسيطة، الآن لا، الطلعة لها مصاريف، لها مصاريفها. نعم. فانتهى موضوع أنك تعطيه 200 بيس أو 300 بيس، الآن نبي يطلع بخمسة ريال 6 ريال أسبوعيا. فلو عندك 3-4 أولاد فالمصاريف زيد. هذا واحد. اثنين، نفس الشيء العمر هذا 35، أنت كفرد في المجتمع العماني تبدأ تكون عندك مسؤولية اجتماعية، مسؤولية اجتماعية تجاه أخوانك. أنت ما كان عمرك 20-25 كنت تأخذ المسؤولية نوعا ما، بس الآن تصبحت 35 أصبحت مسؤول عن أخوانك، خرجت نطار الأسرة، فأنت الآن بديت حتى على أخوانك أنت مسؤول عنهم. فممكن عندك بعض الأخوان مقبلين على الزواج، فأنت لازم توقف معاهم ماليا واجتماعيا. فهذا أصبح مطلب، يعني مش مجرد مسؤول عن ذاتك فقط. في نفس الشيء العلاقات الاجتماعية والمناسبات الاجتماعية على مستوى الأسرة، يعني مثلا كان بعض العزايم موجودة في بيت الوالد وبيت الوالدة مثلا، لأن أنت كبرت فصرت مسؤول، فتحولها من بيت الوالد إلى بيتك الآن. فهذه كمان مسؤولية في نفس الوقت، تعرف العادات والتقاليد اللي عندنا في عمان. فأصبح أن في مسؤولية أكبر مع دخولك الـ 35 سنة. ممتاز. زين. ففي بعض التحديات اللي ممكن تيجي للواحد اللي عماره 35 وبنحاول نيجي عليه بشكل سريع بحكم الوقت اللي معانا اليوم. لو انت مثلا دخلت ال 35 وعندك التزامات ماليه اكبر من قدراتك، يعني انت عندك اقساط وعندك ديون وعندك وعندك، فايش المفروض تسوي؟ على هذا العمر اللي هو 35، الخطوه الاولى انك تقلل كل الديون الاستهلاكيه. ممتاز. يعني حان الوقت ان تقرر ان اي قرض استهلاكي يفترض انه مغطي، ما اخذه، او تسعى انك في انك تتخلص منه، او لو عندك تسعى انك تتخلص فيه بشكل سريع. نعم. لان لو هو مستمر معك معناته بيستمر معك لسنوات. يعني في ناس وصلوا 35 سنه وعندهم ديون استهلاكيه، هذه وصلوا 40 لا زالت مستمره، 45 لا زالت مستمره. والتحدي ايش؟ ان الديون هذه مستمره لكن قدراتك المالية عمال تضعف. ممتاز. بس نشرح شوي ونعطي مفهوم ايش معنى القروض الاستهلاكية عشان نكون، اللي هي موضوع السيارة والأثاث والأشياء اللي هي الكماليات. نعم. هذه اللي واحد ما يحس. نعم. يعني مو زي البيت، قرض البيت لا، هذا الشيء قرض اسكاني هذا مطلوب. ممتاز. لا. ممتاز. عشان النقص ما يكون في لبس بالنسبة للمشاهدة. صحيح. ويفترض حتى لما تشتري سيارة وانت عمرك 35 لازم تتحدى ان السيارة هذه بتعيش معاي ما بين 7-10 سنوات. نعم. من البداية انت محدد كم الفترة الزمنية للسيارة هذه بتعيش. ممتاز. ما يكون مبني على الصدفة، ما يكون ما أخذ سيارة اليوم أو بعد سنتين بغى تغيرها، لأن معروف لما تأخذ سيارة الآن تيجي تغير بعد سنتين في مصاريف. صحيح. كمان زيادة. نعم. والعمر هذا عشان نكون محددين ما بين 35 و45 اللي ما عنده بيت، هذا نصيحة برأي شخصي من عندي. ولسه ما عندك بيت لازم تفكر بطريقتين. الطريقة الأولى أنك تأخذ لك ما يسمى الآن شقق تمليك، اللي واحد عنده رغبة يكون ضمن مناطق. نعم. العاصمة هنا. نعم. يأخذ له الشقة هذه، لأن شراء الأرض في الوقت الحالي ما نعرف، فكرة خلال الحلقات القادمة نخصص حلقة إن شاء الله بس عن الأراضي. ممتاز. بس الوضع اليوم يعني يفترض الإنسان اللي ما عنده بيت في الوقت الحالي. نعم. وعنده الرغبة يكون ساكن في المناطق اللي هي ضمن مناطق العاصمة. يأخذ له موضوع يبدأ يفكر فعليا في شراء شقة. نعم. في كثير من الشقق الآن معروضة للتملك، فممكن تبدا تدفع 20% 30% في البدايه، وعندك 3-4 سنوات، او تاخذ قرض اسكاني اللي هو 20 سنه او 15 سنه. نعم. على هذا الوضع، لكن كلما انتظرت عن موضوع البيت في بالك انه يوم ما بتحصل فلوس وتشتري ارض وتبني، ممكن العمليه تسحب شويه وقت بزياده. نعم. ممتاز. ممتاز. هذا واحد. اثنين، في بعض المناطق اللي نوعا ما بعيدة عن العاصمة لكن مشوارها بالسيارة ما بين 45 إلى 50 أو 60 دقيقة. نعم. لوصولك ما بين السكن إلى العمل. أصبح هذا كمان خيار للكثير من الناس، أن هم يأخذوك قرار أن أنا أخذ لي هذا البيت بدل ما أنتظر. نعم. والحل أنك أنت تأخذ سواء الشقة أو هذا البيت اللي هو بعيد نوعا ما في الوقت الحالي، بحيث أن تمتلك سكن. نعم. وإن شاء الله إذا ظروفك تحسنت ممكن تأخذ في البيت في المكان اللي يناسبك في المستقبل. ممتاز. في جزء أخيرة؟ أي في. أعطيني. يعني وهي الإنسان لما يوصل مثلا على 45 سنة يفترض الآن أنه يبدأ في نفسه، يبدأ يفكر فعليا في بناء المستقبل حق العيال. نعم. يبدأ التفكير هنا للأسرة هذه. ما بين لما توصل على 45 سنة. نعم. هو موضوع زي الشاب اللي زوج عمره 27 سنة ما يوصل ل 45، أولاده الآن يكون في عمر دخولهم الجامعة والتعليم العالي، فيفترض الآن يكون من سميل استثمار
في أبناء أبنائنا اللي غدا أفضل بمشيئة الله. ممتاز، شكرا أستاذ علي، وإن شاء الله زي ما قلنا لكم هذه نقطة في بحر في عملية التخطيط المالي، ولكن حنا حبينا بس نحط بعض الإضاءات في كيفية إدارة الأموال وخاصة ما بين العمر 35 و45، وأتمنى زي ما تفضل أستاذ علي اللي أقل من هذا العمر أو أكثر من هذا العمر إن شاء الله لهم الفائدة. شكرا أستاذ علي بن خالد الشرجي مستشار مالي للأفراد، وهو موضوعنا اليوم حول التخطيط المالي الناجح للأعمار ما بين 35 إلى 45 سنة. كل الشكر لك أستاذنا ويعطيك العافية إن شاء الله، وأتمنى للجميع جيوب ومحافظ مالية بالريالات إن شاء الله. حاجة هذه إن شاء الله. بعد الفصل نلتقي وصباح الخير. تزخر محافظة ظفار بالعديد من المواقع السياحية والأثرية والتي تجذب السياح من مختلف دول العالم لزيارتها، ويعد وادي دوكا بالمحافظة الذي يحتضن شجرة اللبان الشهيرة والتي هي سمة وعلامة مميزة لمحافظة ظفار من المواقع المتميزة بالمحافظة نظرا للرائحة الفواحة للبان والتي نستنشقها مع نسمات الهواء. يقع وادي دوكا في منطقة نجد على الطريق العام الذي يربط صلالة بمسقط، حيث يبعد عن مدينة صلالة 40 كيلومتر، وهو مكان شبه صحراوي تتخلله تلال دائرية صغيرة، ويعتبر الموقع من أهم مواقع إنتاج اللبان في محافظة ظفار لتميزه بكثافة الأشجار وكذلك سهولة الوصول إليه قديما وحديثا. أما عن استخدامات اللبان فقد كشفت الدراسات حديثا أن اللبان يحتوي على مادة حامض الأبسوليك، وهي مادة فعالة جدا تقوي الجهاز المناعي للجسم، ويعتبر اللبان مسكنا لآلام البطن والصدر ومضاد للسموم. كما أن زيت اللبان يستخدم كمادة هامة في صناعة البخور والعطور، ويستخدم اللبان أيضا قديما في دور العبادة في بلاد الرافدين وعند الفراعنة والإغريق، ويستخدم تقريبا بشكل يومي في البيوت المحلية لتلطيف وتعقيم الجو، حيث يساعد على طرد الحشرات وغيرها. ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام إلى ربطنا المباشر مع الزميل محمد السليم، نقول لك صباح الخير مرة ثانية. صباح النور عبد الله، احنا مثل ما قلنا احنا موجودين طبعا في محمية أشجار لبان بوادي دوكا، ومثل ما نشوف طبعا هذه شجرة اللبان، يعني هي هذه شجرة معروفة وشجرة تغنى فيها الشعراء ومذكورة طبعا في كتب التاريخ، وطبعا الشجرة لها صيت كبير. يعني أشجار اللبان هنا في محافظة ظفار تقريبا هي أربع أنواع، اللي هي طبعا الحوجري والنقدي في المنطقة اللي احنا فيها، والشزري طبعا والشعبي، وعادة تنبت أشجار اللبان في مثل هذه المناطق، طبعا المناطق اللي بعيدة عن الرطوبة، والمنطقة اللي احنا فيها هي منطقة قريبة من مدينة صلالة، يعني تقريبا 40 كيلومتر من مدينة صلالة، فبالتالي أيضا هذه ميزة انه اي شخص موجود في صلالة ممكن انه يزور هذا المكان. عبد الله ومشاهدي برنامج قهوة صباحنا راح نتكلم عن بعض تفاصيل هذه المحمية وايضا شجرة اللبان من خلال وقفتين، وقفة الان راح تكون مع احد طبعا المسؤولين في مواقع اشجار اللبان، وايضا راح تكون لنا وقفة اخرى نتكلم فيها عن طريقة استخراج اشجار اللبان. معنا طبعا الاخ أحمد بن عامر العوائد، مساعد مدير دائرة موقع أرض اللبان بمكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية، طبعا هو الشخص المشرف على هذه المحمية. طبعا أحمد نرحب فيك في برنامج قهوة الصباح وصباح الخير. صباح الخير الأخ محمد، وصباح الخير الأخ عبد الله، وجميع المشاهدين في ربوع هذا الوطن الحبيب، وحياكم الله في محمية وادي دوكا الطبيعية لأشجار اللبان. طبعا هي محمية طبيعية مثل ما ذكرت، نتكلم عن بعض تفاصيل هذه المحمية، وطبعا ومن حيث أشجار اللبان المنتشرة فيها وكثافة أشجار اللبان الموجودة هنا في هذه المحمية. حياك الله. هذه المحمية طبعا تبعد عن مدينة صلالة 40 كيلومتر باتجاه الشمال على الطريق الواقع بين صلالة مسقط، وتبلغ مساحة المحمية 19 كيلومتر مربع، وتحتوي على أشجار قديمة
اللي هي تعتبر الموطن الأصلي لهذه الأشجار، وأيضا أشجار مستنبتة قمنا باستنباتها خلال هذه السنوات لنصل إلى عدد 10,000 شجرة، وقد قطعنا حقيقة شوط كبير في عملية الاستنبات. طيب هذا اللبان هو طبعا اللبان مثل ما ذكرنا اللبان النجدي، وفي لبان حوجري وفي لبان شعبي ولبان شزري، نعطي المشاهد الفرق بين 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 هذه الأصناف وإيش الميزة تتميز نوعا آخر؟ هو طبعا في أربع أنواع كما ذكرت، الشجرة هي شجرة واحدة بس تختلف نوعية المنتج حسب ظروف الشجرة، ارتفاعها عن مستوى سطح البحر وأيضا نسبة الرطوبة فيها، فتعتبر محمية وادي الدوكة من النوع النجدي وهو ثاني نوعية لبعده نسبة قليلة جدا من الرطوبة، بعيدة نسبيا عن الرطوبة. طيب يعني من هذا من هذا من من هذا الوادي اللي موجود هنا، هل يتم استخراج لبان ولا فقط طبعا هذه تحديدا هذه المنطقه الان المسوره، هل هي الان يتم استخراج اللبان منها ام هي مجرد طبعا لانبات هذا النوع من الاشجار؟ طبعا هناك في القسم اللي نحن متواجدين فيه حاليا قمنا باستنباته للمحافظه على نوع هذا النوع من الاشجار، وايضا يستطيع الزائر ان يشاهد هذه الشجره من قريب. اما عمليه انتاج اللبان فهي طبعا محصوره في الاشجار الكبيرة التي سيقوم بعض المختصين بالحديث عنها مباشرة، وسنلاحظ ذلك خلال إن شاء الله اللقاء القادم. طيب كيف حركة السياح؟ أنا ألاحظ أيضا من فترة أخرى أن هناك في حركة من السياح على هذا، طبعا هذا المكان ما في رسوم، ما في رسوم دخول للسياح، وكيف حركة السياح خاصة خلال موسم السياحة الشتوية الآن؟ نعم، حتى الآن لم نعمل أي رسوم حتى نستقطب عدد كبير من السياح، ونلاحظ الآن ازدياد نسبة كبيرة عدد من السياح خصوصا في الفترة الشتوية في السياحة الأوروبية، وأيضا سياحة الخريف أشقانا من دول المجلس يزداد عددهم في هذه الأماكن حتى يتقربوا ويعرفوا نوع هذا النوع من الأشجار. كل الشكر لك الأخ أحمد بن عامر العوائد مساعد مدير دائرة مواقع عرض لبن، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات اللي قدمتها لنا عن شجرة اللبان وعن هذه المحمية، شكرا لك. شكرا الأخ محمد وحياكم الله. هذه كانت مشاهدينا وقفة تكلمنا فيها عن تفاصيل هذه المحمية وتفاصيل شجرة اللبان، أيضا راح تكون لنا وقفة قادمة في موقع آخر من هذا الوادي مع بعض الأشجار طبعا المعمرة والأشجار الكبيرة، وراح نتعرف بشكل مباشر على عملية استخراج اللبان، كيف تتم عملية استخراج اللبان في الوقفة القادمة في برنامجكم قهوة الصباح. وإليك عبد الله. كل الشكر لك محمد، ويعني يعجبني فيك التفاصيل والسيناريو اللي تعطيه مسبقا للجمهور للفقرة اللي إن شاء الله بتقدمها بعد شوية. أشكرك محمد السليمي على هذه التغطية وعلى هذا الإيقاع الجميل في تعريف المشاهد وكذلك المستمع اللي قاعد يستمع لبرنامج قهوة الصباح عبر موجة الاف ام 106.5. بعد شوية إن شاء الله بتكون عندنا فقرة رائعة من خلال برنامجنا قهوة الصباح، وطلة أولى على برنامجنا قهوة الصباح، وجه جميل ومحيا طيب، حوراء الفارسية. صباح الخير. صباح الخير عبد الله، وايضا صباح الخير لجميع طاقم البرنامج، وصباح الخير لجميع المشاهدين اللي قاعدين يتابعونا الحين وين ما كنتوا، صباحكم نشاط وحيويه ان شاء الله. اذا بتكون حوراء الفارسيه في فقره خاصه لبرنامج قهوه الصباح وطله جميله من خلال برنامجنا، ولكن بنعرفها بعد الفاصل.
صباحكم جميل مرة أخرى مشاهدينا الكرام بهذه الأجواء الرائعة، ودائما نلتقي معكم بالمحبة والسرور إن شاء الله. فقرة جديدة في برنامج قهوة الصباح، طبعا فقرة شبابية راح نسميها فقرة شباب اليوم، فقرة صحية ثقافية تعليمية. قدر المستطاع نحن نحاول نختار لكم المواضيع المتنوعة والمفيدة أيضا للشباب، واللي نحن نحاول أيضا نستضيف مجموعة من الضيوف اللي طبعا من خلال ان احنا نستفيد من اجوبتهم، وايضا انتم ان شاء الله راح تستفيدوا من الاجوبه وايضا من المواضيع اللي راح نطرحها في برنامج قهوه الصباح. بما ان اليوم هو اليوم الاول لهذه الفقره، فقره شباب اليوم، حبيت اختار لكم موضوع جدا خفيف عليكم. طبعا ان شاء الله مواضيعنا راح تكون متنوعه، منها الدسم ومنها الخفيف. بما ان اليوم هو اول يوم لهذه الفقره، موضوعنا راح يكون جدا خفيف وجدا بسيط، موضوع عن الموضه وايضا مواقع التواصل الاجتماعي. من خلال ظهور مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام التويتر وايضا الفيسبوك، ايضا هناك ظهروا مجموعه من الاشخاص المبدعين والمتميزين اللي ايضا عملوا بصمه جدا رائعه في هذه المواقع في كل المجالات. اليوم معنا أنوار بنت حميد الرصادية، مؤسسة ورئيسة مدونة أنوار إن ذا بلو. أهلا وسهلا فيك يا أنوار معنا في استديو البرنامج، وصباح الخير. صباح النور. أنوار، بما أن أنت مهتمة بالموضة والجمال، خلينا أول شيء نعرف الفرق بين الفاشينيستا وفاشن ميك اب بلوجر. اوكي، اول شيء خليني بس اعرف المشاهدين ايش هو المدون. اي المدون الاشخاص اللي يكتبوا عن موضوع معين. طيب. في ممكن يكون على مثل ما ذكرتي على الانستغرام، على التواصل الاجتماعي. أي. او في مثل البلوجز، ممكن يكون عندك موقع خاص، او حتى الحين اللي ظاهرين هم البلوجرز اللي يكونوا على اليوتيوب. طيب. ايوه، فالفرق الحين نتكلم ما بين الفاشينيستا والميك اب ارتست. مثل ما تشوفي مواضيعنا مختلفه. صحيح. الفاشينيستا مهتمه بالموضه، بالصيحات الموضه الجديده، تتكلم عن مثلا ستايلها، ايش هي تحب وكذا. بس الميك اب ارتست او اللي مهتمه بالبيوتي وكذا الجمال، تتكلم اكثر شيء عن الميك اب، وعن مثلا ايش المفروض البنت تستخدمه وايش ما تستخدمه وكذا، هذه الاشياء. او تنقلي تجاربك للناس من خلال الموضه والمكياج. صحيح. أيوة. جميل. طيب شو هدفك من المدونه اللي عملتيها في الانستغرام، ايش الهدف منها بالضبط؟ مثل ما تعرفي انا حبي للموضه وكذا، حبيت اشارك البنات والشباب ايش الحبي، اوصل لهم ايش الفكره. طيب. طبعا انا قاسه الحين أوصل شخصيتي للآخرين عن طريق الموضة. حلو. مثل ما في رسامين وفي مثلا اللي يعزفوا كذا، من الموضة أوصل لهم فكرتي وإيش أنا أحب. صحيح. وهو نفس الشيء، حبيت أشاركهم بخبرتي، حبيت أشاركهم مثلا عن الموضة، إيش الصيحات، إيش اللي ممكن يناسبك ما يناسبك، إيش يناسبك الحين هذا الموسم، مثل الحين الشتاء إيش ممكن تلبسي، إيش ممكن ما تلبسي من ألوان وكذا. جميل. فكذا هاي فكرتي. طيب، يعني مسماكي أيضا في الانستغرام أنوار إن ذا بلو. أيوه. من وين استوحيتي الاسم، وكيف جات الفكره انك انت تسمي نفسك انوار ان ذا بلو، وايش معناته الاسم؟ اوكي، الاسم صراحه هو يعني لما كنت الحين بغي افتح الموقع هو البلوج، قست افكر ايش الاسم اللي ممكن يمثلني اكثر شيء. طيب. واخترت اوكي خليني اسمي انوار، وبعدين اللون اللي جدا يمثلني واللون اللي جدا احبه هو الازرق. الازرق. ايوه. وممكن في ناس بيقولوا انه حتى باللغه الانجليزيه ممكن يقولوا انه لون تشاؤمي لما الانسان يكون مريض وكذا. بالعكس، لكن احس بالعكس اللون جدا رائع. أيوة. جدا متفائل. ايوه بالضبط، لون السماء، لون البحر. صحيح. فحتى مثل ما تشوفوا انا لابسه ازرق، احب اللون الازرق، كل شيء اشوفه ازرق يجذبني اكثر من الالوان الثانيه. صحيح. طيب، يعني يمكن الانستغرام يا انوار راح يكون هناك فتره وراح ينتهي الانستغرام. انوار فقط في الانستغرام ولا هناك في مشاريع قادمه ان شاء الله؟ هو ان شاء الله ناويه بعد ما هاي على السنه الجديده، بعد ما اتخرج من الجامعه حابه افتح لي موقع، لان الحين حاليا انا في البلوجر. إيه؟ فحابه يكون لي موقع خاص على اسمي anwarintheblue.com. ونفس الشيء حابه يكون عندي يوتيوب شانل، لان حابه يعني انه
شوية توسع الفكرة. أيوة أوسع أوسع، لأن في ما كلهم يحبوا الانستغرام، ما كلهم يحبوا هذا، فحابة أن أنوع، أنا أفتح على السوق كل اللي يحبوا. صحيح، أنت وين ترتاحي أكثر شيء، في البلوج المدونة أو الانستغرام؟ هو بصراحة كل واحد له إيجابياته وسلبياته. أيه. طيب. مثلاً لما بديت في الأول طبعاً كنت عندي المدونة، بس فكرت بعدين ليش ما أدخل في الانستغرام، لأنه صارت مثل موضة، مثل ما قلتي صارت مثل موضة جديدة، فقلت ليش لا ما هذا. لكن بعد ما فتحت الانستغرام صارت التدوين جداً سهلة، لأن تنزلي صورة وتنزلي تحتها موضوع. لكن المشكلة لما يكون الموضوع طويل ويحتاج له تفاصيل، مثلاً اللي بيقرأ الانستغرام يعني بيقول إنه الموضوع طويل وبيطوفه. أيه. طيب. مثل غير اللي مستعد أن يعرف المدونة بتكون بالتفاصيل، فكذا أحب المواضيع المفصلة في المدونة. يعني في الانستغرام فقط أنت تحطي أفكار. أيوة. لكن في المدونة هناك تدققي في الموضوع أكثر. أيوة. مثلا هذا اللبس من وين، والميك اب من أيوة. وين وغيره. صحيح، مثل ومع نصائح تحته وكذا. جميل، حلو. طيب نصائحك للبنات العمانيات. نصائحي بصراحة أن أول شيء أحب أقولهم أنه يعني لما بديت هذا الموضوع بديت بجدا يعني ما كنت متوقع بوصل للمستوى اللي وصلت الحين. فأقول لهم إن مثلا إذا عندكم هواية، عندكم أي شيء تحبوها، يعني حاولوا تطوروها، لأن كل هذا التطور اللي صار في الموضة ترى أنا ما درسته في مكان، تخصصي التسويق، ويعني كل التعلم ذاتي اللي سويته. وبعدين لما إذا نتكلم عن الموضة، الموضة ما كل شيء اللي نشوفه في الخارج في الغرب يناسبنا. صحيح. فكذا ليش حابة أن أكون عمانية مدونة للموضة؟ لأن حابة أخذ الأفكار ومحورها بحيث أن تكون شيء مناسب لثقافتنا. صحيح. ومجتمعنا. طيب نحن الحين راح نشوف الصور على شاشة البرنامج، طبعا الصور الموجودة في المدونة. أيه. راح الحين نشوفها. طبعا هذه كلها أنت تستوحيها من وين؟ هو مثل المدونات، مثلا الأجانب، وأخذ مثلا العربيات اللي عندنا، ومرات إن تكون مثلا من أسابيع الموضة اللي تصير في نيويورك ولندن وباريس وميلان. أوكي. أشوف مثلا الموسم، موسم الشتاء إيش الألوان اللي تناسب وكذا، وهذه أجمع دائما، ما لازم تكون فكرة معينة بس كلها أفكار وكذا. تختاري دائما الألوان الجريئة والملابس الجريئة ولا لا؟ بصراحة أيوة، أنا أحب الأشياء الغريبة، ما أحب تكون أشياء عادية ممكن تشوفيها كل يوم ومتكررة. أيوة بالضبط. يعني في ناس أمرات إن ينتقدوني يقولوا لي هذا ما مناسب، هذا غير مناسب، هذا يعني ما يروح اللون مع هذا، بس في الآخر هذا السبب اللي أنا حابة أسوي في المدونة، لأني أنا أريد أوصل فكرتي، وما لازم تكون فكرتي كأفكار يعني شيء اعتيادي ممكن تشوفيه كل يوم. صحيح. طيب الحين نحن نشاهد الصور، هذه الصورة الثانية، ايضا في صورة اخرى، هاي كلها التنسيقات اللي انزلها اسبوعيا. ايوه. وعندكم انا الشيء اللي احبه، ليش حابه ان اكون مدونة عمانية نفس الشيء نفس الوقت؟ طيب. لان حابه ان اساعد الحريم المصممات اللي عندنا في عمان، ان احاول ان اخذ من تصاميمهم وكذا، ونفس الشيء اعرضها، لان الحين لما المدونه تعرض ما تعرض لسلطنه عمان بس. صحيح. لان الحين عندي متابعين اجانب، متابعين من السعوديه والكويت والامارات. ايوه جميل. طيب تحب اللون الابيض؟ ايوه بالضبط، انا احب الالوان البيسك، يعني ما احب الالوان كذا الصارخه جدا، احب الوان كذا الالوان الفاتحه. ايوه الفاتحه اكثر. جميل، تمشي مع جميع. أيوة بالضبط، يعني بالضبط. البنات اللي بشرتهم فاتحه والبشره الغامقه. صحيح. ايوه بالضبط. طيب نشوف هذه الصور ايضا. طيب انوار، خبرينا اسباب نجاح البلوج هذه السنه، ايش اسباب النجاح؟ في البداية بصراحة كنت ماخذة الموضوع يعني أول ما فتحت البلوج، كل ما حسيت أنه أوكي اليوم بأكتب، عندي نفس أني أكتب بكتب. لكن تقريبا قبل سنة ونص خضيت الموضوع يعني بأهمية، بديت صح أني أتعلم، بديت أتابع، يعني أحط مثلا في وقت في الأسبوع أني صح أجلس على الإنترنت وأتصفح أشوف إيش الجديد هذا الأسبوع. وما شاء الله الإنستغرام سوانا الموضوع جدا سهل. صحيح. تشوفي على الصور وتعرفي إيش الجديد. بالضبط. وتعرفي على الناس من جميع المجالات، صرت عندي ثقة أكثر أن أطلع في السوق وأتعرف على ناس جدد اللي ممكن أنا أساعدهم نفس الوقت هم يساعدوني. صحيح. وطبعاً
هذه واحدة من الأسباب، ومثل ما قلت تخصصي التسويق، جدا ساعدني إنه أعرف كيف ممكن أكذب السوق، وكيف مثلا إيش البنات يحبوا، إيش الشباب يحبوا، وكيف ممكن أنفتح للسوق الخارجي. وتعرفي عن نفسك للناس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. طيب نحن تكلمنا عن البنات، وعشان الشباب ما يزعلوا منا فنعطيهم شوية مجال لهذا الموضوع. يعني ما فكرتي إنك تتكلمي عن الشباب، عن موضة الشباب؟ بصراحة وفكرت فكرت، وقالتني كم مرة هاي التعليق إن أنوار لو سمحتي إذا ممكن تكتبين عن الشباب كذا، بس أنا كنت خايفة إن ما أعرف كيف المجتمع بيفكر إنه أو يتقبل الفكرة. أيوة أنا بنت أتكلم عن موضة الشباب، بس نفس الشيء نفس الوقت أنا مثل ما قلت ليش كلها دراسة ذاتية أسويها، فخفت إن مثلاً إن أكتب أشياء ما بتناسب الشباب، فحابة إني صح أتعلم في هذا الشيء وأدخل في هذا المجال بعدين أتكلم عنهم. فإن شاء الله هاي السنة 2015 ببدأ أسبوعياً أنزل. أي ولو مرة في الأسبوع تنزل بوست معين في الإنستغرام عن موضة الشباب. وليش الشباب نفسهم هم يعني كشباب يطلعوا يكونوا مدونين للموضة؟ فكرة ممتازة. طيب هل هناك أيضا تحديات واجهتك في هذا الموضوع أنك أنت تكوني مدونة؟ بصراحة أيوة كبداية، يعني الفكرة عن المدونين في عمان ما لهم قوة كبيرة، يعني إذا تشوفي في دول الخارج تكوني مدونة هي يعني شغلتش، يعني ما انه ما يكون عند الشيء كهوايه لا، هاي الشغل يدفعوا لهم الناس عشان يتكلموا عن ويحضروا فعاليات. صحيح. فهذه واحده من الاشياء اني بديت تقريبا انا من متى 2011، فتخيلي لحد الحين انا ما معروفه واجد لانه ما في قوه. وبعدين فكرتي شويه فكره غريبه، لانه ثانيا مثل ما شفتوا في الانستغرام ما حط صوري، فالناس شويه تقبلهم انه من هذه، يعني انه يشوفوا على الصوره الخارجيه ما يقروا المحتوى نفسه. اي ما ينجذبوا للصوره. بالضبط يعني. لكن هذا الشيء اللي اريد اغيره، انه ما دائما خلي الصور اللي تكذبكم، خلي المحتوى نفس الشيء، ايش انا قاعد احكي، ايش فكرتي بالضبط. صحيح. فهي من العواقب، لكن حاولت ان اتخطاها. يعني في ناس قالوا لي لا حط صور، قلت لهم لا، انه هاي شخصيتي وهذا اللي اريده، فالناس بيتقبلوني ان شاء الله. على ان شاء الله، وان شاء الله يعني من خلال اليوم تواجدك في برنامج قهوه الصباح وفقره شباب اليوم الناس راح تعرف من هي. ان شاء الله. انوار هي صاحبه مدونه انوار ان ذا بلو. ذكري موقع التواصل الاجتماعي الموجود في الانستغرام. هو @انوار ANWAAR ان ذا بلو. خلاص، يعني اي شخص بنت او ولد حاب انه يدخل صفحه انوار، طبعا هي تعمل مجموعه من المدونات الجميله للموضه والجمال. نحن نشكرك انوار بنت حميد الرصاديه على تواجدك اليوم معنا، فنحن نتمنى ايضا لك التوفيق ان شاء الله، وصباحك جميل. شكرا. وصباح ايضا جميل لجميع مشاهدينا. الحين اعزائي راح ناخذ فاصل وبعدها راح نرجع لكم، فكونوا معنا.
لوحة القناة الكبرى التي رسمها الفنان الفرنسي كلود موني رائد المدرسة الانطباعية عام 1908 قد تجلب ما يتراوح بين 30 و45 مليون دولار لدى طرحها للبيع في مزاد تعقده دار صافبي للمزادات الشهر القادم. وتعول صافبي على الاهتمام العالمي الواسع بلوحة موني التي رسمها خلال رحلته إلى مدينة البندقية الإيطالية والتي استمرت لثلاثة أشهر. ويقول جيمس ماكي نائب رئيس قسم الفن الانطباعي والحديث في دار كريستي إن اللوحة تعد تحفة فنية ضمن سلسلة اللوحات النادرة التي رسمها موني، فهي تعتمد على تصوير الأجواء الممتعة التي تتميز بها مدينة البندقية. اللوحة التي كانت معارضة للمعرض الوطني في لندن من عام 2006 وحتى عام 2014 تعرض حاليا في هونغ كونغ ضمن جولة في العديد من مدن العالم، بدأت في العاصمة التايوانية تايبي ثم تعرض بعد ذلك في كل من نيويورك ولندن. وتتوقع صافبي أن تصل قيمة مبيعات مزادها القادم من لوحات الفن السريالي والحديث والانطباعي إلى 134 مليون جنيه استرليني. عودة لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام، كل الشكر بصراحة للشباب أمير بن عوض بيت مبروك، وأيضا طبعا على آلة القانون كانوا قبل شوي، قبل الفقرة الأولى كان على آلة الأورغ، وأيضا عازف الإيقاع محمد بن عبد الله الرئيسي، بجد أبدعونا من خلال المقطوعة الموسيقية اللي قبل شوي. الانتقال من مقام لمقام كان رائع وجميل، وإن شاء الله كذا تكون لهم طلات قادمة في برنامج قهوة الصباح. أيضا أشكر حوراء الفارسية اللي اليوم نورتنا بصراحة، ما شاء الله تبارك الله طلة رائعة، أتمنى لها كل التوفيق وإن شاء الله القادم يكون أفضل وأجمل من خلال فقرة شباب اليوم. هذه إن شاء الله بتكون فقرة أسبوعية كل يوم ثلاثاء في برنامجنا قهوة الصباح. والحين جينا إلى فقرة خاصة بالنشاطات والفعاليات على مستوى السلطنة وبالتحديد مع عمان للإبحار الشراعي، بنتعلم اليوم معهم على مجموعة من الفعاليات بنتعرف عليها من خلال ضيفنا الأستاذ عاصم بن عبد الله الصقري مدير العلاقات العامة في مشروع عمان للإبحار. نقول لك صباح الخير وحياك الله. صباح النور عبد الله. يا مرحبا. أنا كل ما أشوفكم أو أي أحد يمثل عمان للإبحار على طول أتذكر القوارب ليزر والشراع واليخت الخاص بالموج في المشاركات الدولية. جيت بس نتكلم عن الفعالية اليوم، إيش اللي بنتكلم عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. واجبنا الله يخليك. في فعالية إن شاء الله تبدأ الأحد القادم، هي فعالية أسبوع المصنع الإبحار الشراعي. ممتاز. تمتد لأسبوع كامل، هذه هي النسخة الخامسة إن شاء الله. ممتاز. اللي يميز أسبوع المصنع الإبحار الشراعي هو على خلاف الفعاليات الأخرى هي سباقات فقط، بينما هذه هي كما تقول أسبوع كامل يجمع بين النظرية والتدريب كيفية تعلم الإبحار الشراعي، ومن ثم بعد ذلك تطبيقها في سباقات. حلو. زين، هي بتكون في المدينة الأولمبية اللي فيها الميلينيوم في الدخول في المدينة الرياضية في المصنعة هي إن شاء الله. ممتاز. زين، خليني شوية أعرف اللي هل باب الاشتراك مفتوح ولا محدد مسبقا؟ يعني بالنسبة لهذا طبعا هو الانتقاء، هذه السباقات بالذات هو طبعا اللي شاركوا لهم مشاركات في الأشهر الماضية. نعم. من برنامج الناشئين. ممتاز. وفي بالذات هذه الفعالية سجل فيها، طبعا هي مفتوحة كانت للمشاركة الدولية نفس الشيء. ممتاز. فيها 120 ما شاء الله مشارك لفئة الناشئين. ممتاز. من داخل وخارج السلطنة. من خارج داخل وخارج السلطنة. زين، هذه صور الحين قاعد نعرضها احنا، هذا بالنسبة للشباب الناشئين، هذا قوارب الليزر صح؟ هذه قوارب الأوبتيمست اللي هي مختصة بالفئة الصغيرة، الفئة العمرية الصغيرة. ممتاز. هي. من بين كم العمر؟ من العمر 8 إلى 15. 8 إلى 15. ممتاز. هي نفسها مشاهد. هذه هي نفسها هذه. حلو. زين، على الجانب النظري هل ممكن يكون في مساحة على الأقل اللي على الأقل بس ياخذ ما بيدخل في مجال السباق بس ممكن مساحة انه يشارك او يتدرب؟ في طبعا في مفتوح المشاركة بهذا المجال، خصوصا وانه العالم النظري السنوات الماضيه كان فقط مثل السبوره ويعني تخطيط السباقات وكذا، بينما هذه السنه ركزنا على كيفيه بناء شخصيه الطفل هذا. لان الرياضه دائما تبني الشخصيه في الطفل، لذلك فتكون هناك
كما تقول حلقات عمل وورش لكيفية بناء الشخصية، صنع القرار، الدافع، الدوافع الذاتية، هذه كلها حوافز دفع تدفع الشخص للمثابرة حتى في ممارسة الرياضة نفسها. ممتاز. أنت الحين قلت لي أن هذه الدورة الخامسة صحيح؟ هي يعني الخامسة. قبلها في أربع دورات، في أربع دورات. يعني نقدر، والإضافة أنك قلت وقسمتوها أنه مش بس سباقات، أيضا فيها جانب نظري وشبه تطبيق وبعد تطبيق عملي من خلال المسابقة. كيف حسيتوا المنتمين لكم اللي كان مثلا شارك معاكم قبل أربع سنوات كان عمره مثلا ثمان سنوات، الحين أكيد وصل إلى مثلا عمره 13 أو 14 سنة أو 12 سنة، كيف تقيمون؟ إيه بالضبط. السنوات الماضية، النسخ الماضية كانت مفتوحة مش لفئة الناشئين بس، لفئات كثيرة كانت هناك. الشباب اللي على مثلا قارب الموج كانوا مشاركين نفس الشيء في أسبوع المصنع للإبحار الشراعي، وطبعا هم مواصلين مشوارهم وتدريباتهم ومشاركاتهم الخارجية. ممتاز. بينما هذه السنة اقتصرنا على الفئة اللي هي أصغر وأدخلنا هذا الجانب اللي هو بناء الشخصية، لأن عادة الطفل يحتاج هذه الأشياء. ممتاز. كجرعات ودافع له عشان يواصل مشواره. على هامش الفعالية هذا بتكون في فعاليات أسرية، وخاصة أنتم بتكون في موقع جميل كثير. زين، الأجواء رائعة. زين ذكرت هذا السؤال. طبعا معظم المشاركين اللي من خارج من خارج السلطنة بيجوا بيصطحبوا شو اسمه آبائهم معهم. ممتاز. وحتى اللي شاركوا 45 إن شاء الله من السلطنة بيلتقوا مع ناس لقوهم في أماكن ثانية. ممتاز. حلو. لذلك هي فرصة نفس الشيء للأباء يجوا مع أطفالهم عشان يعني يتابعوا السباق ويشوفوا كيف أداء أولادهم. ممتاز. على هل في أمسيات بتصير مسائية أو جو كذا كذا، خاصة في جاليات من جنسيات مختلفة؟ في إن شاء الله بتكون في أحد أيام الأسبوع. ممتاز. هذا بتكون إن شاء الله ليلة عمانية. ممتاز. إليك بس تذكرنا بالموقع بالتاريخ، وبالنسبة للجمهور إذا حبون يشاهدون هذه الفعالية من متى يجون؟ الموقع طبعا في المدينة الرياضية في المصنعة ابتداء من يوم الأحد لحد يوم السبت، من 18 ليوم السبت إن شاء الله أسبوع كامل. تبدأ التدريبات عادة الساعة 10 لحد الساعة 1 تقريبا تبدأ هنا السباقات. ممتاز. ففي فرصة كبيرة أن الشخص يجي، خصوصا اللي عنده إجازة يجي هناك المصنعة ويشوف الأطفال صغارهم كلهم يعني. ممتاز. من 9 لحد 15 سنة. عاصم، أنا سعيد كثير بوجودك معنا في برنامجنا قهوة الصباح، نورتنا وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وأي جديد يخص عمان للبحار ياليت تعطونا دائما الخبر، لأن نحب نكون مصدر حصري لنقل أخباركم. كل الشكر والتوفيق للأستاذ عاصم بن عبد الله الصقري، مدير العلاقات العامة في مشروع عمان للإبحار، وحديثنا كان حول فعالية أسبوع المصنع للإبحار الشراعي، والدعوة عامة للجميع. إن شاء الله بتكون انطلاقاتها من يوم الأحد إلى السبت القادم إن شاء الله، طبعا الأحد القادم إلى السبت القادم اللي بعد، يعني أسبوع كامل وفعالية ممتعة مع هذه الأجواء الرائعة. كل الشكر لك مرة ثانية. تسلم. شكرا. وما زلنا متواصلين معاكم مشاهدين الكرام في الجانب الآخر، زميلنا محمد السليمي وعنده أكيد تغطية جميلة زي ما وعدنا شيء من التفاصيل بما يخص اللبان. محمد الكلمة لك، تفضل. تسلم عبد الله. مثل ما قلنا الآن راح نتكلم عن طريقة استخراج اللبان، يعني هذا اللبان اللي نشوفه الآن طبعا هو اللبان النجدي، وهو اللبان المستخرج من هنا من هذه المنطقة. الموقع اللي احنا فيه الآن طبعا هو موقع لأشجار اللبان، هي الأشجار القديمة. اللبان الموقع السابق اللي كنا فيه كان موقع طبعا لأشجار حديثة، لكن طبعا الأشجار اللي موجودة في هذا المكان هو طبعا مكانين قريبين من بعض، لكن طبعا هذه أشجار معمرة، وهي أشجار أصلا يستخرج منها اللبان في الموسم اللي هو موسم الحصاد طبعا اللي يكون عادة في شهر مارس طبعا من كل عام، وأيضا يستمر إلى إبريل ومايو. ومثل ما نشوف طبعا احنا ايضا طبعا طلبنا من بعض الشياب اللي طبعا اللي هم اساسا يقومون باستخراج اللبان ان يعني يعملون لنا طريقه استخراج اللبان بشكل مباشر لبرنامج قهوه الصباح. طبعا الاشخاص اللي تشوفوهم الان احنا راح نتعرف عليهم، طبعا احمد محمد جداد الكثيري، وعبد الله طبعا محمد جداد الكثيري، وسالم محمد جداد الكثيري. طبعا هذه اخوان من عائله واحده وهم متوارثين هذه المهنه ابا عن جد، مهنه استخراج اللبان. عبد الله بس تكلمنا الان احنا نشوف اللي هي عمليه استخراج اللبان، ايش مراحل الاستخراج؟ مراحل يطول عمرك، المراحل اول توقيع، بعد التوقيع اللي هي الضربه الاولى. ايوه اعطينا اياها مره وانت. ايوه هذا التوقيع. وبعدين السعف هذيج. أها. طلع القشيارة ويطلع على اللبان، وبعدين ثاني ضرب الثالث يطلع على اللبان أكثر. على ما تضرب تطور يمكن تستغرق 15 يوم. أعطينا ضربة للتوقيع.
ضربة ثانية. أي هذه ضربة. هذه ضربة توقيع. هذا التوقيع وهذا الساعة وهذا السعف. وطبعا خلينا في التوقيع. هذا التوقيع. وهذا طبعا اللبان اللي تم اللي يطلع من التوقيع. وبعدين بعد 15 يوم تطلع إذا تحصل لبان وتسعفها. اللي هي مره اللبان ثاني مره السعفه اللي هي هذه السعفه اللي هذه السعفه هذه السعفه اللي تطلع هذه السعف هذه الحين طريقه اللي هذه طريقه السعف شوف هذه طريقه السعف الحين تطلع القشره هذه حقت اللبان هذا السعف وبعدين وهذا التوقيع ونستمر لمده 15 يوم 15 يوم وتنقح النقفه حقت اللبان تطلع اللبان وتسعف هذني مرة. في شيء مكان في شيء لبان هنا ولو بسيط. لبان لكن لبان قليل. قليل اللبان الحين ما لا ذي التوقيع ما يطلع شيء ما تحصل منه شيء لبان لكن ثاني وثالث يطلع اللبان في من الشجرة. طبعا احنا ايضا كسبا طبعا ايضا الوقت وانه هذا الموسم مش موسم حصاد احنا جبنا طبعا معنا لبان هذا موسم طبعا لبان حصاد السنة الماضية من نفس هذه الأشجار وهو اللبان النقدي ومثل ما نشوف هذا اللبان كثير نقي وايضا اللبان طبعا خالي من الشوائب يعتبر من انواع الجيدة الموجودة هنا في طبعا في هذه المنطقة زمان زمان الناس كيف كانت يعني كانت يعيشون من المنطقة هذه مشيار اللبان ويوقعون وسعف ويطلعون اللبان ويليمون اللبان في محلات ثانية وكل واحد محله ويشلون ويودون إلى صلالة فوق الركاب على الركاب وهذه شغلة اللبان الناس عايشين منها جدا على قد من المنطقة هذه شيار اللبان كلها يعني كنت في المنطقة هذه أو في مناطق ثانية أي منطقة فيها شيار اللبان الناس يشتغلها والحين طبعا هناك في مكتب المستشار هو يقوم بالاهتمام بهذه الأشجار على أساس أنه يحافظ عليها هذه المحمية منطقة الدوك هذه المحمية تحت أشراف الحكومة اللي محمي هذه المنطقة هذية واللي قايمة بهذه حمايتها نعرف انه في شيء كذا يعني ابيات شعرية شيء تغنون تشلون لما ممكن نسمع شيء هات يلا هات تعال هنا اللي مطلوب هو نطالب بالمحمية يكون لها كلينها البوش وضيعنها متكشتين مفروض الحكومة تحوش عليها حوش سور عليها حفاظا على التراث القديم هذا اللي نطلبه منهم. تقصد المحمية كامل؟ المحمية كامل اللي شو اللي الحكومة تستطيع لها ومنها انتاج البان وناس عايشة منها جدا على جدا. وهذا اللي الحين فيها محمية اللي محوشة واللي هي باقية تبع البوش كلينها وناس متكشتين وشوفها حتى ذي مارقد كلينها ما تثور شيء اللي ما تلحقنا البوش. احنا نضم صوتنا إلى صوتكم ونتمنى أيضا طبعا هو في اهتمام بهذه المحمية طبعا من قبل مكتب المستشار واهتمام كبير طبعا هذه المنطقة تقريبا شبه مفتوحة لكن ما يمنع أيضا للحفاظ عليها بشكل أساسي أن يكون فيه اهتمام أكثر لكن طبعا اهتمام مكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية واضح في الاهتمام بهذه المحمية وأيضا في استزراع هذا النوع من الأشجار خاصة أن هذا النوع طبعا أشجار هي تعتبر أشجار برية وهذه الأشجار هي تعتني نفسها بنفسها هذه الأشجار تقريبا ما تعتمد على الماء بشكل أساسي بقدر ما اعتمادها على الرطوبة نبي نسمع شيء يعني سمعونا حاجة وانتوا وتضربون يلا بسم الله الله هات يلا ها يلا اي الهدف انك في هي وقد هو الروس هدف انك في هي بدل هم الكوس عاد هم ذنين هي بطن هم الكوس ايك بهري دس هي بس غير دوس ايك بهري دس هي بس غير دوسة سعفنا سعفنا العفو يكبهني دسة بس غير دوسة مثل ما شفنا طبعا عبد الله ومشاهدي برنامج قهوة الصباح هذه كانت إطلالة سريعة طبعا لطريقة استخراج اللبان ومثل ما قلنا احنا يعني عمليين اكثر يعني ما نتكلم هكذا نظري لكن ايضا هذا طبعا هو اللبان هذه الطريقة وهذا طبعا اللبان هو بس ينقصنا شيء واحد ما جبناه معنا اللي هو المجمر الله عليك الله يكلم عبد الله كل الشكر لك محمد السليمي على هذه التغطية بالفعل كان جو رائع وجميل انه بشكل مباشر قاعد تظهر للناس في كيفية استخراج اللبان والمراحل كل الشكر والتقدير للوالد وكذلك للاخوان الله يعطيهم الصحة والعافية ويجعلهم ذخر لابنائهم وعيالهم واحفادهم كذلك شيء جميل ان كمشاهدين ان نتابع عملية القشط كيف تصير وخاصة مرحلة التوقيع بجد محمد يعطيك العافية هل كسبت خبرة ولا لا أكيد عبد الله طبعا أنا كان عندي معلومات نظرية عن شجرة اللبان
لكن من خلال اليوم طبعا اكتسبت، ودائما انا ازور مواقع هذه المواقع لكن ازورها في اوقات ما يكون فيها حصاد. نعم. فنتعرف على الشجره بشكل عام، لكن اليوم تعرفنا بشكل عملي وواقعي عن طريقه الاستخراج، واكيد طبعا لما يكون موسم الحصاد راح تكون لنا وقفات اخرى في الاشهر القادمه لنتعرف ايضا على الحصاد في اكثر من موقع، لانه هناك مجموعه من المواقع، مجموعه من الاوديه في محافظه ظفار سواء في هذا المكان او في اماكن اخرى تنتشر فيها اشجار اللبان. طبعا هذا مثل ما قلت عبد الله المعلومات اللي قدمناها لكم عن هذه الشجره وعن هذا الموقع، نتمنى هكذا نكون قد وفقنا في تقديم هذه المعلومات، وان شاء الله نلتقي وان شاء الله في مناسبات قادمه وفي مواقع اخرى. تحيه لك عبد الله. بس يا ليت بس بعد اذنك محمد، عشان بس الجمهور اللي قاعد يتابعنا حاب اسماء كل ضربه ولها، انا سمعت التوقيع اللي حفظتها تقريبا، بعدها قال في ضربه لها اسم، يا ليت بس نذكرهم مره ثانيه بعد اذنك يعني. لا عبد الله ختمت انا خلاص. هو الضربه في ضربه انت كريم، احنا نستاهل، يسمونها الوقيع. اي نعم. الضربه الاولى يسمونها التوقيع. هذه طبعا الضربه الاولى. التوقيع هذه الضربه الاساسيه طبعا، واللي ما يكون بعدها استخراج شيء. والضربه اللي الثانيه اللي يسمونها السعف، هذه السعفة الأولى. بعد السعفة الأولى بعد 15، بعد طبعا 15 يوم ممكن يكون في لبان، يعتمد على نوعية الشجرة، وممكن يكون ما في. فتكون في الضربة الثالثة اللي هي السعفة الثالثة. بعد السعفة الثالثة يتم استخراج اللبان منها، أيضا يعتمد على نوع الشجرة، ممكن تكون في سعفة ثالثة وسعفة رابعة لحين يتبين أنه خلاص أن هذه طبعا هي آخر سعفة اللي يتم منها استخراج اللبان. فهي في الأساس هي مجرد التوقيع كضربة أولى، ومن ثم مجموعة ضربات تسمى السعف، وبعد كل سعفة يتم استخراج اللبان. طبعا هذه يعني بشكل عام. طبعا هذه المعلومات أنا أعرفها نظريا، لكن اليوم اكتسبتها بشكل عملي، وأكيد راح ترسخ في الأذهان، ونتمنى أيضا أنها تكون راسخة في أذهان مشاهدي برنامج قهوة الصباح. كل الشكر وألف ألف تحية لك يا محمد، بصراحة أبدعت اليوم فيما يخص هذه التغطية. أشكرك وأتمنى تكون هذه المعلومات واصلة للجمهور إن كان من داخل وخارج السلطنة. تحية لزميلنا محمد بن أحمد السليمي، وأيضا تحية لفريق التصوير أحمد بن علي تبوك وأيضا يامن بن جامع بيت مرزوق بمجال التصوير. أما بالنسبة لهندسة الإرسال كان زايد بن عبد الله الكثيري وعيسى بن علي المعشني. كل الشكر والتقدير لكم يا طاقم العمل، وبصراحة أبدعتونا وأبدعتوا في هذه التغطية الجميلة. أتمنى المزيد القادم إن شاء الله في الحلقات القادمة من خلال برنامجنا قهوة الصباح. ألف تحية لك يا محمد، مشكور كثير، ما قصرت، تسلم. احنا بناخذ فاصل قصير وبعد خلصنا. عموما احنا اتمنى وفقنا في تقديم برنامج قهوة الصباح، اتمنى اليوم حلقتنا نالت على رضاكم. كل الشكر للي نورونا في برنامجنا، عودا حميدا لعلي الشرجي في فقرتنا الاقتصادية الخاصة بالمال، ايضا نقول نورتنا الامور الرائعة الجميلة في طلتها الاولى في برنامجنا قهوة الصباح حوراء الفارسية، وايضا الشكر موصول لكم على حسن المتابعة مشاهدينا، وان شاء الله نشوفكم ان شاء الله بكرة في حلقة جديدة. والسلام عليكم.